مساء الخير والحب والسعادة عليكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة من 7 في 7 على شاشة قناة تايم سبورتس. زي كل يوم هنكون مع بعض والمدة ساعة ونص هنتابع فيها كل جديد على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الرياضية. هنشوف النجوم والأندية والمنتخبات نشروا إيه من بوستات وصور وفيديوز، وهنعرف أهم الأخبار السريعة والحصرية، وهنكشف ليكم طبعا التوب سيكريت. وهنبدأ حلقتنا وكالعادة بسؤالنا. سؤال حلقتنا النهاردة بيقول: من تتوقع أن يكون نجم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟ شاركونا بإجاباتكم على تويتر طوال وقت الحلقة على هاشتاج البرنامج 7 في 7، وفي آخر الحلقة هنستعرض مع بعض أهم الإجابات. ودلوقتي هنبدأ مع بعض بالترندات الرياضية على تويتر خلال الساعات الأخيرة، وكان أهمها هاشتاج ريال مدريد أتلتيكو مدريد. ومن أهم اللي انتشر على الترند ده طبعا كان محمد هنيدي بدأ أول تويتة وطبعا هرج بسخرية وقال: عيب كده، الناس بتضحك في القهاوي أكتر من أفلامي. أما أحمد وائل فقال: بداية حلوة والله للريال. عبد الوهاب أشرف قال: موسم الضحك بدأ. صادق الزيادي قال: جماعة ريال الأسبوع كم يوم؟ اليوم سبت الجمعة 7 أتلتيكو مدريد، إن الله مع الصابرين. الصافي حمد قال: أكتر واحد مبسوط طبعا وبيقصد جاريث بيل. سهم قال: ريال مدريد بداية المباراة، ريال مدريد نهاية المباراة، وبيضحك. الجرحي قال: اصلا ده ماتش ودي. ابراهيم حماد قال: موسم الضحك ابتدى بدري قوي. ندى شوقي قالت: شاهد كاستا بيسجل السادس. اما شيبو قال: عربيتك واخلع من اسبانيا كلها بصوت ارمط عشان انت كده هتتمرمط. وبعد ما تعرفنا معاكم طبعا على الترندات الرياضيه الموجوده على تويتر النهارده، هنروح معاكم دلوقتي علشان نتابع مع بعض نجوم الرياضه والانديه والمنتخبات نشر ايه على السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره، والبدايه كالعاده من فيسبوك. هنبدأ فقرة فيسبوك من النجمة المصرية والسباحة العالمية فريدة عثمان، اللي حققت إنجاز تاريخي جديد بحصولها على برونزية بطولة العالم. وحساب اتحاد السباحة نشر الصورة دي وكتب: ألف مبروك لمصر، فريدة عثمان بتحقق إنجاز تاريخي وتفوز بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي في بطولات العالم في سباق 50 متر فراشة بزمن 25.47. طبعا عايزين نقول للبطلة المصرية فريدة عثمان مليون مبروك. كمان حساب الاتحاد المصري للسباحة نشر فيديو السباق، تعالوا نشوفه مع بعض. نشوف موهبة جديدة لرمضان صبحي، فبعد الفوز بلقب الدوري رقم 41 اتحول رمضان صبحي لمذيع كروي، وكده شكله هيبقى مذيع ماهر زي ما هو لاعب كرة، طبعا عنده مهارات كتيرة جدا. تعالوا نشوف الفيديو اللي نشرته صفحة الأهلي الرسمية، ورمضان صبحي قايم بدور المذيع. نشرت قائمة الفريق الخاصة بمباراة القمة اللي هتجمع الأهلي والزمالك بكرة بإذن الله. هتتكون القائمة من حراسة المرمى عماد السيد، عمر صلاح، اما عن خط الدفاع حمدي النقاز، محمود علاء، محمود الونش، وعبد الله جمعه، ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد السلام. اما عن خط الوسط فطارق حامد، وفرجاني ساسي، ومحمود عبد العزيز، ومحمد حسن، واحمد سيد زيزو، وايمن حفني، ومحمد عنتر، وابراهيم حسن، محمد ابراهيم، احمد مدبولي. اما عن خط الهجوم فعمر السعيد وحميد احداد.
فجر النهارده اتلعبت مباراه وديه بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد في مدينه نيويورك الامريكيه. اتلتيكو حسم ديربي مدريد الودي بنتيجه 7 أهداف مقابل 3 أهداف على حساب ريال. صفحه كاس الابطال الدوليه نشرت الصوره دي، فيها مقارنه بين ارقام دييغو كوستا مهاجم اتلتيكو مدريد اللي سجل 4 أهداف سوبر هاتريك، وكريم بنزيما مهاجم ريال اللي سجل هدف من اهداف الفريق الملكي الثلاثه. أتلتيكو مدريد احتفلت بالفوز الكبير بأنها نشرت فيديو لجو هاريس لاعب فريق بروكلين نتس الأمريكي. تعالوا نشوف بيشجع أتلتيكو إزاي. ونروح لصفحة ليفربول الإنجليزي واللي نشرت الفيديو اللي هنشوفه لنجم الفريق فيرجيل فان دايك وهو بيغني، بس تقريبا كده نسي الكلمات. كثرت الإشاعات عن رحيل الفرنسي بول بوجبا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن يبدو كده أن اللاعب مكمل مع الشياطين الحمر. صفحة مانشستر يونايتد الرسمية نشرت الصورة دي وبتبين مهارة بوجبا في توقيف الكرة بشكل مهاري. كرة القدم ليها سحرها، خاصة لما بنشوف مهارات اللاعبين. هنختتم معاكم فقرة فيسبوك بفيديو فيه مهارات مميزة جدا. وبعد ما خلصنا جولتنا في فيسبوك يلا بينا نطير سريعا على تويتر. هنبدأ فقرة تويتر من حساب مانشستر يونايتد اللي نشر فيديو فيه كل أهداف فترة الإعداد، وأكد حساب اليونايتد أن كل الأهداف ساهم فيها لاعب من أكاديمية مانشستر سواء سجل الجول أو صنعه أو كان سبب في التسجيل. حساب نادي يوفنتوس الإيطالي نشر فيديو بيرحب فيه بعودة الفريق إلى مدينة تورين ومعقل نادي السيدة العجوز، وكتب الحساب: مرحبا بعودتكم إلى تورين وحشتونا. حساب الدوري الإنجليزي الرسمي بريمير ليج قرر يكرم دايموند بينت اللي أعلن اعتزال كرة القدم. حساب بريمير ليج نشر فيديو لأجمل أهداف اللاعب وكتب: استمتعوا ببعض أهداف دايموند بينت من 106 هدف سجلها، نتمنى لك التوفيق بعد الاعتزال. ونروح لحساب الليغا الخاص بالدوري الإسباني واللي نشر فيديو للأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال تعليقا على الفيديو: ميسي صاحب التمريرات الحاسمة في الليغا. تعالوا نشوف الفيديو. سأقول قال تصريحات بعد الفوز الكبير لأتلتيكو مدريد على ريال بنتيجة 7 أهداف مقابل 3 أهداف، ونقل حساب أتلتيكو تصريحات سأقول مع الصورة دي، وكتب الحساب على لسان اللاعب: لما بنلبس تيشيرت أتلتيكو مدريد بنبذل أقصى جهدنا وطبعاً نديله كل ما نملك. حساب الدوري الألماني بونزليغا نشر صورة لأوليفر فينك وكتب القائد صاحب 37 عام جاهز لخوض الموسم العاشر على التوالي مع فريق فورتيونا. وهنختتم جولة تويتر من حساب بايرن ميونخ الألماني اللي نشر فيديو لزيارة ثنائي الفريق تياجو وخابي لوكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء، وفي آخر الفيديو مارتيز اقتنع تماما أنه عاوز يجرب يعيش في كوكب تاني غير كوكب الأرض. وبعد ما تعرفنا معاكم على أخبار فيسبوك وتويتر، عايزين نفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة. سؤال حلقتنا النهاردة كان بيقول: من تتوقع أن يكون نجم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟ طبعا هنستنى إجاباتكم على مدار وقت الحلقة. هنروح لفاصل قصير دلوقتي ونرجع لكم نكمل أخبار من أخبار السوشيال ميديا الرياضية في برنامج 7 في 7 على شاشة قناة تايم سبورتس. انتظرونا. عودة لكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان، ولسه مكملين معاكم أخبارنا أخبار السوشيال ميديا الرياضية في برنامج 7 في 7. بعد ما خلصنا معاكم جولتنا على فيسبوك وعلى تويتر يلا بينا نطير سريعا على الانستجرام. وهنبدأ من حساب نادي أستون فيلا اللي نشر صورة نجمنا محمود حسن تريزيجي اللي انتقل للفريق الإنجليزي من أيام، وكتب إنه موجود في تشكيل مباراة تشارلتون. واضح كده إن تريزيجي عامل حالة مميزة جدا في نادي الجديد. حساب نادي برشلونة نشر صورة بتجمع قائده الحالي سيرخيو وقائده السابق ونجم فريق فيسلكابي الياباني الحالي أندرياس نيستا قبل المباراة الودية بين الفريقين في كاس راكوتين في اليابان، واللي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2-2. حساب برشلونة كمان كان نشر فيديو لهدف رائع جدا سجله نجمه الفرنسي الجديد أنطوان غريزمان في التدريبات. تعالوا نشوف الهدف مع بعض.
حساب نادي نانت الفرنسي نشر فيديو هدف رائع جدا سجله الفريق عن طريقه التيكي تاكا. تعالوا نشوف مع بعض. حساب مانشستر سيتي الانجليزي نشر فيديو لنجمه ليروي ساني وهو بيتعمل فيه نوع من انواع الخدع كده، خدع وبيلعب مباراه مصارعه يابانيه سومو. تعالوا نشوف ازاي. ونختتم فقرتنا مع ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد اللي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 7 أهداف مقابل 3 أهداف في كأس الأبطال الدولية. تعالوا نشوفوا مع بعض. وبعد ما تعرفنا معاكم على أخبار فيسبوك تويتر إنستجرام، هيكون معنا دلوقتي عبر الهاتف كابتن وليد صلاح عبد اللطيف نائب رئيس قطاع الكرة بنادي الزمالك السابق. كابتن وليد مساء الفل عليك، منورنا على شاشة قناة تايم سبورتس وبرنامج 7 في 7. اهلا بيك. اهلا بيك يا فرح، ودايما متالقه. بس انت قلت حاجه، نائب رئيس قطاع الكره بنادي الزمالك السابق. نعم يا فندم، ما سمعتش حضرتك يا فندم. انت بتقولي نائب رئيس قطاع الكره الحالي يا كابتن، حضرتك توليت المنصب النهارده. انا لسه النهارده مبارك لك. يا جماعه تمشيتوني النهارده. ينفع يا جماعه كده؟ ألف مبروك يا كابتن. طبعا في البداية عايزين نبارك لك، وخليني أقول لك في البداية يعني بنبارك لك على المنصب، ولكن بنقول لك هارد لك طبعا على خسارة الدوري الممتاز أو مسابقة الدوري الممتاز. عايز أعرف منك، هل ده كان أسهل دوري ممكن يفوز بيه الزمالك وفرط فيه ولا لا؟ طبعا في البداية برحب بيك طبعا، وأنا سعيد جدا إن أنا متواجد معاك في الدخلة، وطبعا أنت يعني حد متألق جدا والناس كلها بتحبك على فكره. ده شرف ليا والله يا كابتن. ربنا يخليك. تاني حاجه، الموضوع مش اسهل دوري ولا اصعب دوري، الموضوع ان هي دي كوره. هنقول الموضوع كان قريب، نادي الزمالك كان قريب فعلا من الفوز بالدوري، لكن هي كوره كده، يعني كوره انت بتكسب وبتخسر وممكن تبقى سهله جدا تضيع نقاط. لكن هتقولي لي الموضوع صعب او سهل، كان سهل. اقول لك يعني هو كان سهل بنسبه كبيره، ومش سهل عشان المنافس ضعيف، لا هو كان ضعيف. هو الموضوع بقى صعب عشان احنا كنا او نادي الزمالك في الاول كان فارق وكان شادد حيله وكان ماشي بشكل كويس جدا، فكان هو اللي مزود الفرق بينه وبين النادي المنافس. طبعا التوقعات كلها بتقول ان خلاص يعني الفرق كبير، 11 وصل ل 11 نقطة، فخلاص مع الأداء، مع الأداء الممتع لنادي الزمالك، مع النتائج الإيجابية اللي كلها مكسب، فطبعا كان الجمهور الزمالك كله طبعا بيقول ان الدوري خلاص حسم لأن الفرق بقى كبير. لكن عايز أتوقف معاك بقى يا كابتن وليد عند النقطة دي بالظبط. النقطة دي يعني أثار جدل حواليها كبير جدا، إيه أسباب ضياع نقط كتير بالنسبة للزمالك؟ يعني على قد ما مستر جراس كان بيفيد نادي الزمالك في الفترة دي، على قد ما أثر سلبيا. يعني أعتقد عدد المباريات اللي تم التعادل فيها، يعني أعتقد 3 خسارات وعدد كبير جدا من التعادلات، فهل ده طبيعي أنه قد ما هو كان بيفيد نادي الزمالك على قد ما هو خسر نقط كتير؟ حضرتك شايف إيه السبب؟ إيه سبب تراجع مستوى الزمالك في التوقيت ده على الأخص، وأن مستر جراس يفرط في عدد النقاط الكثيرة دي؟ بص يعني في البداية خلينا نقول مستر جروس جاب كونفدرالية صحيح بعد غياب كبير عن نادي الزمالك. نعم. وفي نفس الوقت السبب الرئيسي في ضياع الدوري من وجهة نظري الشخصية، لأن كل يعني لدرجة الناس كلها والمحللين كلهم بيتكلموا إن ما ينفعش إن أنا أعتمد بطولة إفريقية وبطولة عربية وبطولة الدوري على 13 لعيب بس. نعم. يعني الموضوع صعب جدا، بيبقى بتوصل لحاله اللعيبه لحاله اجهاد شديد جدا. وده اللي حصل فعلا مع نادي الزمالك. فانت لو تلاحظ ان الدور الاولاني الفرق كان كبير، لان يعني حاله الاجهاد للعيبه ما كانتش وصلت لدرجه عاليه زي الدور الثاني. زائد المباريات الافريقيه، فده طبعا عمل حمل عالي جدا على اللعيبه اللي هم ال 13 لعيب اللي بيلعبوا ده، حتى كمان عرب على الاخص الاكثر 3 مباريات كانوا صادمين جدا للنتيجه العكسيه اللي حضرتك بتتكلم عليها. صحيح. والجيش، قلت الجيش طلع الجيش. نعم. والمقاولين العرب والانتاج الخارجي. انت كسبان 2-0 وتعادلت 2-2. نعم.
نعم. طب يعني حضرتك شايف يا كابتن وليد ان السيناريو ده متكرر؟ يعني اعتقد انه حصل لنادي الزمالك قبل كده، وبالفعل بيحصل في انديه كتير قوي. يعني حصل للنادي الاهلي بخلاف الاصابات، ولكن مش الاعتماد على نوعيه لعيبه معينه او خامه لعيبه معينه. ايضا كابتن حسام البدري كان بيحب ان هو يعتمد عليها، وحصل لما كان في اصابات كتيره في النادي الاهلي، ده ايضا اثر على اداء الفريق في التوقيت ده. فهل ده بيكون غلط في كثير من الفرق، الاعتماد على لعيبه معينه او محدده؟ لا، انت طبيعي جدا اي مدير فني بيبقى ليه القوام الرئيسي، لكن في المقابل ان انت برضو عندك لعيبه بره، ما هي برضو لعيبه نجوم ولعيبه على مستوى عالي جدا. نعم. فانت لازم يبقى في الروتيشن، ان انت بتغير يعني لعيب عنده انذارين مثلا من اللعيبه الاساسيه بتاعتك، فطبيعي جدا لازم تدفع باللعيب اللي قاعد بره مكانه. ايوه. لكن ما تغيرش طريقه اللعب عشان ما تلعبش ازاي. فانت بتعمل حاله نفسيه الاول، حاله احباط للاعيب اللي هو اللي قاعد بره، البديل ده النجم اللي قاعد بره، بدليل ان انت هو بيشعر ان انت مش واثق فيه عشان تديله. دي حاجه. تاني حاجه، خلينا نقول ان اللعيبه لها دور، والجهاز الفني مستر جروس لها دور اكبر، ولجنه المسابقات لها دور اكبر واكبر واكبر، لان انت جيت لما الانديه المنافسه او النادي المنافس الوقت اللي هو طلع فيه من افريقيا، نعم، قعد حوالي 3 اسابيع ما يلعبش مباراه مؤجله حتى ليه؟ طب ليه انت ما عملتش الكلام دوت، او ما لعبتوش ليه مباراه مؤجله حتى من الماتشات اللي انت كنت مأجلها له وهو بيلعب في افريقيا؟ برضه في اسئله كتير، حتى بعض الجدول المؤجلات لما نزل ما نزلش بنفس ترتيب الجدول الرئيسي. نعم. يعني في حاجات كتير جدا، لكن برضه في الاول وفي الاخر ما حدش هيهتم بالكلام ده كله. لكن عايز اقول نادي الزمالك فرط في الفوز بالدوري، فرط في الفوز بالدوري لانه كان هو الاقرب، وقلت لك الاسباب الرئيسيه فيها اعتقد بنسبه كبيره جدا يتحملها الجهاز الفني وعلى راسهم مستر جروس. نعم. طيب هروح معاك يا كابتن وليد ايضا لرحيل كهربا عن الفريق. هل شايف ان ضم اشرف بن شرقي ممكن يعوض غياب كهربا؟ بصي، احنا ما تاكدناش ان كهربا مشي، والموضوع ده خاص طبعا بمجلس الاداره، هو اللي يعرف اسرار العقد كهربا او ظروف كهربا، لكن انا ما اقدرش اتكلم في الموضوع ده لان انا ما اعرفش ابعاده. لكن بالنسبه لاشرف بن شرقي، لعيب كويس جدا ولعيب على مستوى عالي جدا، ومن الناس اللي معروفه في الوطن العربي، ومعروف مهارته ومعروف كفاءته كلاعب، سواء مهاري، سواء اللي هو بيصنع اهداف بيسجل اهداف، لا هو لعيب وصفقه محترمه جدا للنادي الزمالك. طب هروح معاك بقى يعني مره تانية ايضا لعوده محمد عبد الشافي لصفوف القلعه البيضاء مره اخرى. وطبعا يعني حضرتك عارف ان عبد الله جمعه على الاخص ليه جماهير ايضا، وبيحبوا دايما ان هو يلعب على المركز ده. هل شايف ان عوده محمد عبد الشافي هتخلي او هتتيح الفرصه لعبد الله جمعه يلعب في مركز اخر او مركزه الطبيعي اللي كان بيلعب فيه، ولا لا هيظلوا هما الاثنين بيلعبوا كباك شمال ايضا يعني؟ لا، عبد الشافي طبعا يعني لعيب كبير ولعيب محترم جدا وعلى خلق، ولعيب يستاهل كل خير بامانه. رجوع نادي الزمالك اضافه طبعا كبيره، يعني مجرد حتى عبد الشافي يقف في الحته دي، يقف مجرد الوقوف بس يبقى هو ملى مكانه بلغه الكوره يعني. وانا فعلا ميت جدا جدا لانه في الحته الهجوميه، وبالاخص ان عندنا الحته الهجوميه ضعيفه شويه، فهو هيعمل فيها اضافه وهيضيف كتير قوي في الحته الهجوميه عبد الله جمعه. نعم. لو هنتكلم مع حضرتك بقى عن الاولاق الرابحه في نادي الزمالك، حضرتك شايف طبعا توقعاتك ايه، وشايف مين اللي ممكن يتالق في مباراه غدا باذن الله؟ خلي بالك ماتشات القمه دي بتبقى اسهل ماتشات بالنسبه للاعيبه الكوره واللعيبه اللي لعبت. اسهل ماتشات؟ اسهل ماتشات. ازاي بقى يا كابتن؟ انت عارفه ليه؟ اقول دلوقتي، انت الزمالك واهلي بيلعبوا ناديين كبار، ناديين عايزين يكسبوا، صح؟ طبعا. فالطبيعي انت
بتلاقي مساحات كبيره وخلق مساحات كبيره تقدر تشتغل فيها. غير مثلا الفرق معلش العاديه انت بتنزل على يعني بتبقى طموحك ان انت مثلا ممكن تتعادل مع نادي الزمالك او تتعادل مع نادي الاهلي، فبتعتمد على الهجمه المرتده وتقفل في الثلث الاخراني، مش ده اللي بيحصل؟ صح. لكن انت دلوقتي نادي الزمالك، لا انت هتهاجم النادي الاهلي، النادي الاهلي هيهاجمك، بالتالي هيبقى في مساحات كبيره جدا في الهجمه المرتده، وهيبقى في مش هيبقى في مان تو مان الا اذا كان في الثلث الاخراني بس، لكن بقيه الملعب هيبقى في مساحات كبيره جدا. فماتشات الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي بتبقى من وجهه نظري اسهل ماتشات للاعيب الكوره، بس بشرط ان هو يقدر يتحمل الضغط النفسي بتاع المباراه. طب لو هتكلم معاك ايضا بقى عن الاجواء المحيطه بكلا الفريقين، يعني هنتكلم عن دوافع مختلفه، عايزين نعرف منك هل شايف ان دوافع الزمالك هتكون اقوى من الاهلي، ام دوافع الاهلي بعد فوزهم بلقب الدوري الممتاز هتكون دوافعهم اقوى من نادي الزمالك، والنتيجه توقعاتك ممكن تكون ايه؟ انا هتكلم على نادي الزمالك، اعتقد ان كابتن وليد، كابتن وليد كنا عايزين نعرف اكيد توقعات حضرتك، ولكن هنحاول نتواصل معاك مره تانية مشاهدينا، هنروح لفاصل قصير ونرجع لكم مره تانية نكمل فقراتنا برنامج 7 في 7 على شاشه قناه تايم سبورتس، انتظرونا. عودة ليكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان، ولسه مكملين معاكم أخبارنا، أخبار السوشيال ميديا الرياضية في برنامج 7 في 7. وعايزين أقول لكم دلوقتي فقرة الفيك نيوز، انتشر خبر في وسائل التواصل الاجتماعي إن الزمالك حصل على الاستغناء الخاص بمحمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، لكن موقع يور سبورتس تواصل مع أحد مسؤولي النادي واللي أكد إن الخبر ده غير صحيح، وقال المصدر لا أساس من الصحة لما تردد عن إرسال النادي الإسماعيلي لاستغناء الخاص بمحمد عواد إلى الزمالك. حتى الآن الزمالك لم يتوصل معنا لاتفاق بشأن شراء محمد عواد، والنادي الإسماعيلي لن يبيع الحارس إلا وفقا لشروطه. عواد قيمته التسويقية لتقل عن 3 مليون دولار، فمن غير المعقول إن نبيع الحارس بنصف هذا المبلغ. وضح كمان أنه تم طلب 25 مليون جنيه من الزمالك، بالإضافة إلى التعاقد بصفة نهائية مع لاعبين اثنين من الفريق الأبيض والحصول على خدمات لاعب ثالث لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وهو ما تم رفضه من الزمالك، ولسه المفاوضات ما كملتش ولسه عواد لاعب في الإسماعيلي. ودلوقتي لو مستعجلين هتعرفوا أهم أخبار الرياضة في فقرة أخبار على السريع. اليوم السابع رسميا تعقم حكام مجري لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك. الفجر، الزمالك يمنح محمد إبراهيم الضوء الأخضر للرحيل. سوبر كورة، أبو جبل يتواجد داخل الزمالك للتوقيع للقلعة البيضاء. بطولات، مران الأهلي للغائبين عن القمة، سعد ونادفيد يواصلان التأهيل ومشاركة عمار حمدي. كورة، رقم غائب يحفز لاسورتي لتعميق جراح الزمالك. البوابة نيوز، الأهلي يمنح إكرامي راحة من التدريبات للتعافي من الإصابة. اليوم السابع، جلسات مكثفة في الأهلي لإعلان قائمة الراحلين عقب مباراة الزمالك. الوطن، رئيس سموحة بيراميدز يرغب في ضم حسام حسن والأهلي يبتعد. اليوم السابع، ترقب في الإسماعيلي انتظارا لقرعة البطولة العربية اليوم. سوبر كورة، رئيس هيئة استاد القاهرة ينفي ما يتردد حول غلق الملعب. الوطن، الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت لإفساد فرحة الدوري على الأهلي في القمة. سوبر كورة، شوقي غريب إلغاء دوري 97 في صالح المنتخبات الوطنية. الوطن، اتجاه لتعديل عقد الشناوي ورفض رحيله، ولاسارتي يستقر على تشكيل القمة. الفجر، أفسي مصر يضم الشيخ لموسمين. بطولات، رئيس الاتحاد السكندري ضمم 3 لاعبين من الزمالك وانتظر حسم صفقة عماد السيد بعد القمة.
الفجر، شرط وحيد بيفصل أسامة نبيه عن تدريب الزمالك. كرة، تعثر مفاجئ في انتقال أنطوي للزمالك. البوابة نيوز، مدرب طنطا يستقر على برنامج فريقه قبل المشاركة في الممتاز. وهيكون معانا عبر الهاتف دلوقتي الكابتن محمد رمضان هاتلر، نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد. مساء الخير عليك يا كابتن محمد. مساء النور عليك يا نجمة، ومبسوط ان انا معاك النهارده. شرف لينا اكيد طبعا يا كابتن محمد، وطبعا في البدايه عايزين نقول لك هارد لك وهارد لك لمنتخبنا، منتخب الوطني للشباب على الخساره، ولكن ادوا اداء رائع حقيقي طبعا. يعني الفريق مقابلته اكيد ما كانتش سهله، امكانيات ضخمه لفريق فرنسا، قدرنا نجاريهم ونوصل للمستوى ده وكمان نخسر بنتيجه نقطتين بس، فطبعا يعني ده شيء كويس جدا اكيد. طبعا فريق 98 فريق محترم، وبصراحه هارد لك النهارده، عملوا اللي عليهم وعملوا اللي عليهم طول البطوله بصراحه. عملوا ماتشات كويسه جدا وقدروا يقدروا قوي، وفي المجموعه بتاعتهم كسبوا اصلا فرنسا اللي هي كسبتنا النهارده في مركز اللي هي كانت هتحدد مين يوصل للنهائي. والحمد لله يعني هم عملوا اللي عليهم، وفريق فعلا محترم وفريق رجاله، وهارد لك كابتن طارق محروس كابتن الفخراني، عملوا فريق محترم قد المسؤوليه وعملوا اللي عليهم، بس النهارده توفيق ما كانش معاهم. يعني كابتن محمد، من خلال بقى خبراتك عايزين نعرف منك ازاي قدروا يقنعوا الناس ان هي تتابعهم. يعني حضرتك عارف بطبع كرة اليد ما بتاخدش نفس الشهرة في مصر للأسف زي كرة القدم، ولكن في الفترات الأخيرة لا، الناس ابتدت تتابع كرة اليد وتديها حقها وتتابع طبعا إنجازات المنتخب الوطني وإنجازات الأهلي والزمالك. عايز أعرف منك إزاي الفريق ده فريق الشباب قدر إزاي يقنع الناس إن هم يتفرجوا عليهم ويتابعوهم. وقدروا يخلوا الناس كلها تتابعهم عشان بادائهم صراحه، هم قدروا يلفتوا الانتباه مش لينا احنا بس، العالم كله. نعم. الاتحاد الدولي بيشيد باداء المنتخب وعامل ماتشات كبيره جدا. قدروا بيها انه قدروا ازاي؟ احنا فعلا بنستعد، عاملين معسكر قوي جدا، اي نعم معسكر داخلي في النادي بس بنتمرن صبح وبالليل، وتمرين قوي جدا، عاملين اعداد بدني قوي عشان احنا نقابل فريق مش سهل. احنا هنقابل في دور الثمانيه اللي هيكسب من سيدني وكيل الالماني، وطبعا كيل الالماني هو اللي هيكسب فهنقابله، ففريق ده انت عارف ان هو بطل اوروبا ودايما بياخد دوري في المانيا، وفريق محترم جدا، فبنستعد له كويس قوي عشان ان شاء الله نعمل حاجه كويسه، ونقدر لو كسبنا ان شاء الله نلعب السيمي فاينال باذن الله. باذن الله. في النهايه تعليقك ايه ايضا على الصفقات اللي تم ضمها لنادي الزمالك؟ يعني اثنين لاعبين من الاهلي ايضا، في ده لاعب من سموحه، لاعب من الجزيره، عايز اعرف تعليقك ايه من وجهه نظرك ومن خبراتك. بصراحه هم لعيبه اصلا من قبل ما يقولنا احنا كنا نفسنا يبقوا موجودين معانا، وهم اضافه قويه جدا للفرقه، هيفيدونا ان شاء الله السنه دي، وان شاء الله يبقى وشهم حلو معانا ان شاء الله في كاس العالم للانديه، نبداوا بدايه قويه جدا ان شاء الله نفرح بيها جمهور مصر ونفرح بيها جمهور الزمالك اللي متعود من فريق الكوماندو دايما على تحقيق الصعاب وتحقيق البطولات، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نحقق الانجاز اللي احنا حققناه قبل كده ثالث عالم، ويمكن ليه لا ربنا يكرمنا ونوصل للنهائي باذن الله. باذن الله. تحياتنا ليك كابتن محمد رمضان هاتلر، نجم الزمالك ومنتخب مصر لكره اليد. ودلوقتي هنروح لفاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه نكمل اخبارنا، اخبار السوشيال ميديا الرياضيه في برنامج 7 في 7 على شاشه قناه تايم سبورتس. انتظرونا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكمل معاكم اخبارنا، اخبار السوشيال ميديا الرياضيه في برنامج 7 في 7 على شاشه قناه تايم سبورتس. ووصلنا معاكم دلوقتي لفقره توب سيكريت اللي خلالها كل يوم بنقول لكم خبر حصري جدا مش هتلاقوه ولا تعرفوه في اي مكان تاني غير عندنا. خبر النهارده ان تفاقمت حده الخلافات بين صلاح محسن لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي ومارتن لاسورتي المدير الفني للفريق، وده بعد ما استبعد الجهاز الفني اللاعب من قائمة الفريق اللي دخلت فيه معسكر في الإسكندرية يوم الثلاثاء الماضي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب واللي أقيمت مساء الأربعاء الماضي
والزمالك أيضا المقارة لها يوم الأحد المقبل في إطار ختام مباريات بطولة الدوري الممتاز. وسادت حالة من الاستياء لدى اللاعب بعد ما تفاجئ باستبعاده من المعسكر بالرغم من الوعود اللي تلقاها من الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، وتحديدا خلال معسكر الفريق اللي خاضوا خلال فترة توقف الدوري في إسبانيا، حيث حصل على أكثر من وعد من الجهاز الفني بأنه هيحصل على الفرصة مع استئناف بطولة الدوري، ثم تم استبعاده. 7 في 7 عرف أن اللاعب بينوي عقد جلسة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عقب مواجهة الزمالك في نهاية الدوري. ليه؟ لإقناعه بالموافقة على رحيله عن الفريق بعد ما تلقى أكثر من عرض على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة طبعا بشكل رسمي في المباريات، خاصة بعدما ابتعد اللاعب عن الظهور مع الفريق منذ أن تولى مارتن لاسورتي مهمة القيادة الفنية مع الفريق في يناير الماضي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون. بعد ما تعرفنا معاكم على فقرتنا فقرة توب سيكريت، بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة من برنامج 7 في 7 على شاشة قناة تايم سبورتس. انتظرونا بكرة وحلقة جديدة.